الدكتور أشرف مروان أعتقد إلى حد كبير كان بطل مصري قام في لعب دور معين استخباراتي أمني، وبقي على التواصل مع إسرائيل حتى تم الاستغناء عن خدماته، لأنه بالحقيقة لم يعطي المعلومة الدقيقة عن بدء الحرب، لكن كان ربما يستخدم من قبل الرئاسة أو حتى الجهات الأمنية المصرية لإعطاء معلومات ليس لها قيمة، ولكن كان هناك ربما أمل بأن يتم تجنيده وأن يكتسب معلومات من الصهاينة، وربما اكتسب معلومات مهمة وخطيرة عن العدو الصهيوني واستفادت منها المخابرات المصرية، لكن لم تكشف المخابرات المصرية، ولا أظن أنها ستكشف لأنها ليست بحاجة لسبق إعلامي، والمعركة الاستخباراتية هي معركة للمعلومات ومعركة عن أساليب الحصول عن هذه المعلومات. فالمنطق يقول أن الأجهزة الاستخباراتية لا تكشف عن مصدرها أبدا، وهنا نرى الفرق بين العمل الجدي للمخابرات المصرية والعمل الإعلامي للمخابرات الصهيونية، وهذا ما نشاهده. وإسرائيل تفتقر لحقائق تبرر لها الإهمال والتراجع الاستخباراتي في أهم معركة مصرية كانت ستؤدي إلى هزيمة الكيان الصهيوني تماما لولا الجسر الجوي التي قامت به الولايات المتحدة، والتي كادت تحارب بجنودها دفاعا عن الدولة الإسرائيلية. المعلومات الذهبية أو كما سمتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنها معلومات ذهبية لم تكن أبدا ذات قيمة لدولة إسرائيل، هذا لو كانت حقيقية بالأساس. لا أعتقد أن الدكتور أشرف مروان كان يعمل أبدا لحساب الدولة العبرية، ولا أظن لعدة أسباب، لا أظن أن الدكتور أشرف مروان حتى أعطى معلومات عن حرب أكتوبر بالتحديد، رغم أننا نستلم المعلومات فقط من مصدر واحد وهو المصدر الصهيوني الإسرائيلي. أولا الدكتور أشرف مروان نبه الإسرائيليين أكثر من مرة بطريقة الخداع وبالنيابة عن جمهورية مصر العربية بأن هناك تاريخ لبدء الهجوم المصري على إسرائيل، وكانت تعبئة هذه مزيفة أو غير ضرية، وكانت تكلف الدولة الصهيونية كثيرا. وأعتقد أن هذه المرة لم يكن ما قام به الدكتور أشرف مروان هو إعطاء المعلومة التي أنا أعتبرها معلومة إلى حد كبير غير منطقية. فما معنى أن يعطي الدكتور أشرف مروان موعد بدء الحرب الساعة السادسة ولما ابتدأت مثلا الساعة الرابعة أو الساعة الثانية؟ هذا يعني تسريب لا يساعد الإسرائيليين. وأيضا لماذا لم تتجاوب الدولة الصهيونية مع هذا التسريب إذا فعلا قام الدكتور أشرف مروان بإعطائهم هذه المعلومة؟ الدكتور أشرف مروان اجتمع مع رئيس الاستخبارات العسكرية زائف بلندن في مساء الخامس من أكتوبر. يعني لو إسرائيل أخذت بكلام الدكتور أشرف مروان لابتدأت التعبئة بمساء 5 أكتوبر، ولكن التعبئة لم تبدأ حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر أساس من أكتوبر، مما يعني أن إسرائيل لم يكن لديها أي معلومات أبدا. وهذا الكلام أيضا مؤكد من طرف هنري كيسنجر، فهنري كيسنجر يقول سبب التراجع والخسارة الإسرائيلية والتفوق العربي إن كان على الجبهة المصرية أو الجبهة السورية هو الإخفاق وعدم وجود المعلومات الاستخباراتية
المعلومات الدقيقة أن الحرب ستبدأ وأن الجيوش العربية أصبحت جاهزة وقادرة أن تقوم في الدور. كما أشرت دكتور أشرف مروان لم يكن يعمل لدى الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية ولم يعمل لصالح أي دولة سوى جمهورية مصر العربية. إذا كانت هناك معلومات ذات قيمة قدمها الدكتور أشرف مروان، كان يجب على إسرائيل التي يعرف عنها أنها دولة عدوانية أن تقوم بضربة استباقية من خلال سلاح الجو في ضرب المواقع الجيش المصري ومواقع المتقدمة في منطقة السويس، وهذا لم يحصل، مما يدل على أنهم لم يكن لديهم أي معلومات، ولذلك كانت هناك المداهمة والمفاجأة والخسارة بالأرواح والعتاد وبالأرض التي يعني خسرها العدو الصهيوني نتيجة عدم امتلاكه لأي معلومات التي وكان يمكن أن يستخدمها لكي يتفادى هذه الخسارة الفظيعة. الرواية المصرية هي رواية محافظة، لم تتحدث كثيرا لأنها مسائل أمنية لها بعد أمن قومي، وبالتالي الحديث بهذه المواضيع يجب أن يكون يعني مسألة يتم استخدامها بحالات جدا حرجة، ولا أعتقد أن الجهات السلطات المصرية ستقوم بالتعليق على هذا الموضوع، لأنها واثقة من نفسها وتعرف تماما ما الذي حصل وما هو الذي قام به دكتور أشرف مروان. ولكن الأهم من كل ذلك أن الرواية الإسرائيلية ليست رواية مقنعة كثيرا، فهي تحاول أن تضرب ثقة الشعب بقيادتها، وكذلك أعتقد المسألة تتعلق في الملك الحسين الراحل الملك حسين، أيضا هي محاولة لزعزعة الثقة بالزعماء العرب والمسؤولين العرب أمام شعوبهم.